بالتعلم. سلام، يا سلام عليك. وزي ما ذكرت كيف نتقن الصبر. البعض يسأل يعني يتساءل كيف يعني أن أكون صبورا، كيف لي أن أكون صبورا، كيف لي أن أكون حليما. يكون سلام. الحلم طبعا جزء من أجزاء الصبر، إذا لم يكن يعني جل الصبر. يعني الحلم بالتحلم يعني أن يدرب الإنسان نفسه أن يكون حليما في المواقف. فلا تستعجل ذلك، لا في السنة الأولى ولا في الثانية ولا الثالثة. إحنا أول شيء نغرس هذا الأشياء في أبنائنا يا سلام. من الصغر ندربه على الصبر مثلا على العبادة، وعاقبة ذلك نعلمه الصبر على طلب العلم يا سلام. وعاقبة ذلك أنك الآن تصبر تدرس المرحلة الابتدائية ثم الثانوية ثم الجامعة. وليس فقط يعني أن يكون هذا التعليم يعود فيه مردود مادي لك، لأنه بعضهم ممكن يتخرج من الجامعة ما يجد وظيفة فيكون عنده صدمة. إذا ما أسس الابن أو الابنة أن هذا العلم الذي تطلبه فيه مصلحة لك أولا في دنياك، مصلحة للإسلام والمسلمين، مصلحة أخروية. في طلب العلم إذا الإنسان جمع بين هذه الأمور فقد تحقق مفهوم الصبر في ذلك. كيف نتقن الصبر؟ أن نتدرب عليه في وقت المصائب. طبعا أنا دائما أقول وأكرر في طبعا في الاجتماعات أو في الدورات التدريبية أو في بعض القنوات أو حتى في بعض الكلمات والمحاضرات، ما في شيء في الدنيا يأتي من البداية كاملة، لابد الإنسان يدرب نفسه ويتعلم. عندنا الطفل الصغير، هل يعقل أن يأتي طفل صغير بطن أمه ويمشي؟ لا. هل يعقل أن يأتي طفل صغير بطن أمه ويأكل الأكل؟ لا. كيف نبدأ إحنا سبحان الله؟ بعد الطفل يبدأ يأكل بعد 5 شهور أو 6 شهور. صحيح. هل نجي نعطيه كبسة ونعطيه لا. كذا نبدأ ندربه عليش؟ يقول نعطى أكل كذا مهروس، يعطى لماذا؟ حتى تدرب إيش؟ تدرب إيش يا شيخ إبراهيم؟ تدرب على قهوة. على مقاطعة. تدرب يعني تتقبل. انت لا تفتح لنا مجال مقاطعة، استرسل. فإذا تدرب هذا الطفل على الأكل وهو أكل سبحان الله يبدأ بعد ذلك ثم ينطلق. فالإنسان إذا بدأ يدرب نفسه من خلال ما يمر عليه من الحياة وحمد الله دائما وشكره على ذلك ودائما أعطى نفسه رسائل إيجابية، فسوف يتقن مفهوم الصبر. يعني مثلا الآن إذا صحيت أنا لصلاة الفجر في وقت حر أو وقت برد وحمد الله سبحانه وتعالى أن أعانني ولم أتضجر للقيام، يعني أنت رايح المسجد كذا أعط نفسك إيحاءات ورسائل إيجابية إن الله سبحانه وتعالى أعطاني ما لم يعطي غيري، إني قمت الفجر توضيت مشيت في البرد في الحر، وبهذه الطريقة تعطي نفسك رسائل إيجابية. إذا الله سبحانه وتعالى ابتلاك مثلا بعدم الرزق في الوظيفة فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يكون صرف عنك شرا. يقول لي أحد الأخوان يقول مكثت مع الوالدة معي ما استطعت أن أتوظف إلى أن وصل عمري 37 سنة، فكانت الناس يعني تلومني أخوانك اللي تزوج وأخوانك اللي توظف وفتح بيوت فتح وكذا وأنت لازلت. تقول أنا أثرت يعني حتى الوالدة أصلا يقول كانت ما تحب تشرب القهوة إلا أنا أصنعها لها يا سلام يا سلام وأقدمها لها والطبخ وكذا. فتوفت والدته وبعد ذلك انطلق. يقول الآن والله أني من أكثر إخواني ثراء في المال. سبحان الله. ليش؟ صبر هناك يا حبيبي. عندك حصيلة من الصبر. يقول لي أخوه طبعا يقول والله العظيم إن الله فتح عليه، يقول حتى في البيع والشراء يقول ما يدخل في منافسة تجارية، ما يدخل في شراء بيت، ما يدخل في شراء سيارة إلا وجد الصبر. يقول الآن إحنا نتسلف منه، كنا نصدق عليه أول ذحين هو يخرج صدقته وزكاته ما شاء الله. صبر وبر الوالدة. الصبر وبر الوالدة طبعا بر الوالدين يحتاج إلى صبر ومجاهدة. فدائما الإنسان إذا فاته شيء من الدنيا يصبر نفسه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يكون أجل له شيء آخر في يعني ينتظره في الحياة. كثير من طلب العلم وصل إلى ما وصل إليه أكيد أنه مر بالمعوقات سواء مادية سواء في المجتمع سواء في المذاكرة والسهر والجد والاجتهاد، ولكنه مع الصبر والمجاهدة والمثابرة وصل إلى بغيته. ولازم يعرف الإنسان ما في شيء في الحياة يأتيك وانت نايم في البيت. أي والله. لا تتوقع أنك نايم على فراشك تقول الله بيرزقني. في فرق طبعا بين حسن التوكل والتواكل.
المسلم لما يتواكل ويجلس نائما في بيته تحت المكيف وينتظر أن يأتيه رزقه، فما أعتقد أن هذا يعني في ديننا. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر، يعني ذكرت أنت بداية الحلقة، عجبا لأمر الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ليش ما قال طيب الطيور هذه تجلس في عشاشها ويأتيها رزقها؟ ليش ذكر قضية الغدو والرواح؟ معناها إيش؟ أسباب. صبرت واجتهدت ونالت. فيقال قديما قصة شعبية أنه واحد سبحان الله كان يعني الناس تروح تزرع الصباح وتروح في أشغالها وكذا، فأعطى ورث عن والده مبلغ، قال هذا المبلغ بكفيني يعني. فكان كل ما وجد ظل شجرة تفيأ في ظلالها، ما كان في مكيفات وقتها. تكون قصة يعني شعبية وقد تكون صحيحة وخاطئة الله أعلم، بس فيها من الحكم طبعا. فكان كل ما وجد ظل شجرة أو ظل بيت أو ظل شيء، والناس تغدو وتروح وتصبر على أشغالها، واللي كون أسرة واللي، وهذا الرجل يأخذ ما لبيه وينتقل في هذه الظلال. فقضى طبعا المال ينقضي صحيح. ذهب وشبابه وصحته راحت. بعد الآن أنت وصلت السن ما تستطيع تعمل ولا تشغل ولا عندك أبناء ولا عندك أسرة. يقول أخذ يعني بعد ما ذهب وفقر وجاع، بدأ يأخذ الحجارة ويرمي أي ظل يشوفه، يرمي هذا الظل. يقول يعني يرى أن الظل هذا هو اللي سبب له هذا الإشكالية. بعض الناس التقاعس. التقاعس نعم. فهو لو صبر واحتسب واجتهد في بداية حياته صحيح. مع الذين اجتهدوا لنال الخير. الآن عندنا الآن في الوظائف الحكومية، لما الواحد يتوظف عمره 20-25 يصل إلى مرحلة 50-55، أنا أسميها السن الذهبية. إذا كونت أسرة وبيت في هذا السن والحمد لله يأتيك راتب تقاعدي، فأنت في نعمة. لكن الإنسان اللي بدأ يتخاذل ونايم في بيت أبوه، وصل سن 40-45 تقاعس، ما عنده صبر على الوظيفة، ما عنده احتساب الأجر، ما يبغى يشتغل، ما يبغى يجتهد، في الأخير يوصل سن 50 ويبدأ إيش؟ يرى والده توفى وذهب من حوله، ما عاد أحد يعني يعزز له، ما أحد يعطيه مال، ما عنده أبناء يسندونه، فيبدأ يبني حياته من بعد إيش؟ سن الضعف. وهل تتوقع أن شخص في هذا السن يكون إنجازه زي واحد سنه في 20 أو 25، سن الفتوة والقوة؟ فالصبر يا أخوان والأخوان المشاهدين، فهو واجب على الإنسان، ويعلم أنه منغصات الحياة في كل شيء. ترى حتى عملك صباح لما تقوم من نومك وتنحرم لذيذ النوم وتشغل سيارتك وتروح عملك وتواجه الجمهور وتواجه مديرك في العمل وزملائك ومعترك، طبعا تختلف الأعمال. بعضهم عمله في آخر الليل مناوب، والله يا أخي الكريم بعضهم يصحى من لذيذ نوم، إخواننا الجنود البواسل أو إخواننا في الصحة. ولكن تذكر حديث النبي عليه السلام، عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرص فيه. تحرص في سبيل الله عز وجل. هذا من الصبر، من خشية. نعم، الإنسان يعطي نفسه رسائل إيجابية. الإمام في المسجد، هل تتوقعون الإمام في المسجد ما يتعرض للأذى؟ أذان يعني كثير ها؟ أذان بس نؤذن ها؟ تأذن؟ نؤذن إيش؟ إحنا قلت إمام المسجد وأنت أذنت. شلون؟ أنا بتكلم عن إمام المسجد وصبر وأنت الآن قلت أذان. طيب كويس، جلس مع بعض يعني. جلس مع بعض. طيب.